جولتنا في الصحف العربية الصادرة اليوم نستهلها من مصر، ففي يومية الشرق الأوسط طبعة القاهرة نقرأ أنه في متسع حكومات العالم جاهدة لمحاربة الوباء الذي يقضي على المئات من أبناء شعوبها كل يوم ويدمر اقتصادها ويخنق مظاهر الحياة الطبيعية في شوارعها وساحاتها، لم يفكر أحد من قادة هذه الدول في توجيه أصابع الاتهام أو التفتيش عن المسؤول عن تفشي هذه الكارثة مثل ما فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الإمارات كتبت صحيفة الخليج في مقال رأي أن الأرق المتزايد جراء فيروس كورونا لم يشغل مجمعات السلاح العالمية عن سباقها في إنتاج أفتك الذخائر بالبشر، وكأن سقوط آلاف الضحايا يوميا بالفيروس الغامض لم يقذف في صدور القائمين على التسلح بذرة الوعي للتخلي عن هذه البرامج المدمرة وصرف العقول الخلاقة والأموال الطائلة في البحث عن علاج يضع حد لهذه المأساة العالمية المتعاظمة. وفي الأردن كتبت يوم الغد أن العالم يعيش حالة حرب ناعمة من دون صوت للصواريخ والقنابل، لكن الضرر واضح حيث ملايين المصابين وآلاف القتلى وانهيار اقتصادات، ولاحقا سنرى موجات أعلى في العالم من تفشي الجرائم والبطالة والأضرار ما تزال في بدايتها وقد تستمر لسنوات وأكثر. وفي قطر كتبت صحيفة الوطن أنه في وقت يوجد العالم الغربي غريق أزمته الصحية وهشاشته في تدبيرها، بإمكان الدول العربية القفز على هذا الوضع باقتحام مجالات لم يكن من السهل عليها ارتيادها في السابق والقيام بإعادة ترتيب أوراقها الداخلية ترتيبا جيدا.